اخر حاجه خدناها موضوع الفيجوال اللاينز والاوبجكت ستايل صح، لما قلنا احنا ممكن نلون الاليمنت زي اللايرز زي ما عملناها في الكاد بالظبط، دي اخر حاجه وصلنا لها. حلوه قوي. النهارده عايزين ناخد حاجه اسمها توب اند سيرفيس. ايه توب سيرفيس دي؟ ان انا عايز اعمل للمنشا بتاعي زي بالظبط، يعني عارف انت لما تاخد سكشن في سمال في ستابون جريد في الكلام ده، بتعمل مثلا سكشن بتاعتك كل حاجه تحتها مين؟ تحتها الارض بتاعتك والهاتش بتاعها. محتاجين عايزين نشوف لو انا عايز فعلا احط مين؟ احط الانديكيشن بتاع الارض بتاعتي، او احط الماتيريال بتاعت الارض، احط الحفر كام، احط ده نزل كام، بحيث ان انا اعمل ايه؟ التوبو سيرفيس او اللاندسكيب بتاع مين؟ بتاع العماره بتاعتي. اوكي، هتيجي من السايت، كل يكتب معايا سايت. لما اجي اعمل اي حاجه خاصه بالارض او اللاندسكيب او الكلام ده بخش منين؟ بخش من السايت. بحيث يعمل لي بروجكشن لمين؟ لكل البروجكت بتاعي، عشان لما اجي ارسم الارض يبقى انا شايف كل حاجه. لو في حاجه في الاخر مثلا مرفرفه حاجه، ابص في البروجكشن الاقيها ايه؟ الاقيها ظاهر عندي فين؟ في السايد. اكتب معايا من ماسنج توب اند سيرفيس. طبعا السيرفيس دي بكل اختصار انت هتحط بوينتس، ولكل بوينت في ايه؟ اليفيجن. يعني ايه؟ يعني زي مثلا المنشأ بتاعي على منحدر. اوكي، فانا عندي النقطتين على بره دول على منسوب مثلا كام؟ 20 متر او 10 متر فوق منسوب الايه؟ فوق منسوب البحر، واللي في الاخر نزلت 5، فاهم؟ او اجي اقول له ده زيرو، ده زيرو، واقول له 5، ده 5، وده كام؟ وده 5، واعمل تشيك صح. هات 3D، اعمل VV، توبوجرافي. معايا؟ شايفها؟ بص عامل ايه في حدود الارض؟ جاب لك دي عند منسوب زيرو، وجاب لك دي عند منسوب الايه؟ الخمسه. لا، هتقول لي ادت سيرفيس. انا عايز سي مثلا ده عند منسوب ماينس 1، وده عند منسوب زيرو، وتشيك صح. يحصل ايه؟ معايا؟ وميديك الايه؟ الحفر في مين؟ في الاواعد. طب احنا عايزين نعمله ازاي؟ كلنا عارفين انك تيجي تعمل اواعد بتردم بعدها، صح؟ وبدأت تطلع مين؟ لا، هي قصيه الردم، وبعد قصيه الردم بتردم، يبقى عند منسوب الزيرو. يبقى انا المفروض اشوف الاواعد دي دبسها كام؟ دبسها 60، صح؟ تعالى بص معايا في الاليفيشن كده، في في ادي منسوب مين؟ منسوب الزيرو، صح؟ والاواعد نازله تحت مين؟ تحت الزيرو. يعني انت كده ممكن تبدا ازاي؟ هاجي ابدا ان انا امسك التوبوجرافي ده، ادت سيرفيس، اقول النقطتين دول عند منسوب الزيرو، وتشيك صح. ده اول الكلام، صح؟ طب انا عايز اطلعها سنه كمان. يعني انتوا عارفين ان عاملين مستوى الحفر متر ونص، صح؟ وانا بطلع واحد 60 من متر ونص، يديك كام؟ 90. ماشي،
بالظبط، عشان في دماغي 70 وعندك العادية 30، من 90 يديك كام؟ 60. يبقى انا المفروض رادم فوق الاواعد بمنسوب كام؟ 60. يبقى انا امسك كده مثلا، واجي اقول له ايه؟ انا شغال بالايه؟ بالمتر بوينت سيت بالمنظر ده. يبقى انت عندك حدود الارض تبدا منين؟ بالمنظر ده. طبعا السلم ما ينفعش كده، السلم انت عامله بالشفط ولا عامله ايه؟ اوبننج ولا شفط؟ يعني هاجي من ستراكشر، انا شرحت لكم الشفط ده. بص بقى، شرحنا الايه باي فيس. ايه الشفط ده؟ الشفط ده بقول له اعمل لي فتحه من الدور الكولوم اند اكسس لحد الدور الكام؟ لحد الدور الخامس، هي اوبن واحده من الاول للاخر. بمعنى ايه؟ هاجي كده ايه؟ بص زي فتحة الكور بالظبط. لو جيت مثلا كده اهو، شايفينه اهو، شايفين ده مين؟ دي الفتحة. بيدي اعمل ايه؟ اشدها لتحت. ايه؟ تفرق ان الفتحه دي من الاول للاخر، فاهم؟ مش كل مره هتقعد ترسمها، بترسمها ايه؟ مره واحده. اوكي، الماتيريال، اختار الماتيريال اللي انت عايزها بقى، عايز تعملها ردم، عايز تعملها زي ما انت عايز يعني. ياخد ماتيريال اير يعني. طيب تعالى كده ناخد سكشن، انا بس عايز اديها سمك اكبر. طيب تعالى ناخد سكشن كده نشوف هيظهر ازاي في الأواعد. تو سيكشن بالمنظر ده، جو تو فيو في في توبوغرافي، شايفينه؟ هو ده. معايا ايه اللي حاصل؟ باين قوي ان ده ايه؟ ده الرد، وبداية المنشأ منين؟ من هنا. وده اللي احنا فاهمينه لما انا منزل ايه؟ منسوب متر ونص، واطلع كام؟ واطلع العاديه 30 والمسلحه 60، 90. متر ونص يديك كام؟ 60. يبقى هي طالعه فوق المسلحه بكام؟ ب 60. ده ارتفاع مين؟ ده ارتفاع على الستر. صعب الكلام ده؟ طيب ايه؟ لو استابون جريب بقى بنفس الفكره، هتتحط بالظبط، هتحط تحت مين؟ تحت البلاطه. حط عليها مين؟ البلاطه. يعني شوف البلاطه على منسوب كام، واقعد اروح لازق مين؟ لازق التوب سيرفس تحتها، انت فاهمني؟ بحيث لما اجي ابص كده في 3 دي يبقى باين عندي ايه؟ ما يبانش عندي مين؟ الاواعد. يبقى انا اخري فين؟ وعارف ان منسوب الارض فين؟ منسوب الارض فين؟ مت ايه؟ لا خدت بالك انا بحاول اعملها. في حاجه بقى حلوه قوي في التوبوجرافي، ايه هي؟ فرضا ان ده على مناسيب مختلفه، بمعنى يعني هو 60 بس هو جاي على مثلا على منحدر او حاجه. النقطه دي شايف انت، لو جبت نقطه وقلت له دي ماينس 10، شوف ماينس 10 ودوست هنا، بص شوف صح كده، شايف اللي حصل؟ تاني
جيت كده في السايت وقلت له اعمل لي كريت بوينت ماينس 10 في النقطة دي تشيك صح 3 دي معايا. راح عمل ايه النقطة اللي انا حطيتها هنا دي شايفينها؟ راح خدت كل التوب سيرفيس نزلت فين؟ ونزلت تحت. ليه؟ انا بحاول افهمك حاجة ان هو بيفهم بص دي زي ما هي اهي لكن دي نازلة المثلث شايفينه؟ يعني تعالى كده في الساوث اهو. طب ايه اللي نازل المثلث كده؟ ان انت عامل بوينت كام؟ ماينس 10. هل ده معناه ان انا لو عايز اعمل حاجة مايلة او جريدينت هاجي اقول له هات بالظبط يعني مثلا تعالى اهي قلت له ادت فين النقطة؟ النقطة كانت سي مثلا هي دي عند ماينس كام؟ ماينس 10. ارجع تاني كام؟ ارجع 0.6 اهي ظبطت مع مين؟ مع اخواتها. طيب انا عايز اعمله بقى بميول ده 0.6 مثلا وهيفضل نازل 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 لحد ما تشوف 0.3 مثلا. هل يبقى انا اخرف دي ايه 0.3 صح وده بوينت كام 0.6 في النص كام بقى 0.5 مثلا. واجي هنا بص واقول له بوينت كام 0.4 تشيك صح كده هات ال 3 دي حد واخد باله انا بعمل ايه؟ خدت بالك ايه اللي حصل هنا بص؟ دي بوينت 5 اعملها متر بص تعالى كده متر ونص ايه اللي بيحصل للتربة عندي؟ ترفع لفوق ده كله بس عشان لما اجي اخد سكشن يعني بص كده باينه شويه انها نازله على ايه؟ على مش حاجه مستويه عشان لما اخد سكشن بالمنظر ده هاخد افتكار تاني بص شايف التوب سيرفس طالع ازاي فهمتني يبان لك في السكشن الايه تدرج مين تدرج الارض بتاعك صعب الكلام ده طبعا انت دي ممكن تديها اي ماتيريال عشان الهاتش بتاعك يعني انت مثلا سي تيجي تقول له ايه مثلا ايرث ايرث اهي تعال نشوف كده الهاتش ايه اه بس مش كتير حاضر عرض يعني؟ اه وحشنا البتاع ده انا بحاول اختار عشان ابين لك بحاول ابين لك الهاتش ايه بص لما تيجي تبين الهاتش شايف السيرفيس باترن دي فين الهاتش دي الارث بتاعتنا صح ودي الارث بتاعتنا انا بحاول اخليه يظهر دول
بالمنظر ده. خدت بالك انا عملت ايه؟ انا عايز ده يظهر. لو عملتها كورس يعني بص هتبان هنا. اعملها فاين بص. واخد بالك؟ اعملها كورس فاهم؟ فاين يبين لك كل التفاصيل. كورس بص لو قلت له على دي كورس يشيل لك الهاتش فاهم؟ فاين وكورس تلعب في مين؟ في الهاتش يظهر او يختفي. لكن انا في الاول وفي الاخر كنت عايز اظهر مين؟ عايز اظهر الهاتش ده. لان سي مثلا عايز اصدر الهاتش ده بره اقول له فايل اكسبورت مثلا كاد دي دبليو جي نكست. بص شايف هدول ازاي على الكاد؟ جابها لي بالمنظر ده. لا ما يحسبهاش. انت ممكن تحصر ماتيريال ايرث اه لكن مش هتفضي وتجيب فاهم؟ هوريك كذا اوبشن في التوب سيرفيس ممكن تستخدمهم بدماغك. لك انت ممكن تعمل امبورت بنقط يعني هنا في من توب سيرفيس بس دي تدور عليها هتلاقي في التوب سيرفيس هنا في حاجه اسمها ايه كرييت فروم ايه امبورت سبيسيفاي بوينت فايل فاهم انك بتعمل ده اللي هو اللي بيجي من توتال ستيشن نقط فاهم تروح جايب النقط يروح لازم على توب سيرفيس ده اوبشن هنا برضه لا هيرسم لك التوب سيرفيس بس فاهم اللي هو ده عالي ده نايم ده هكذا اه اللي هو براحتك عادي لكن هو بيتكلم في الحرف في التوب في الكات والفيلم لا ما هو لسه بيسافر قلت له لا ماشي يا جماعه ممكن نجربها يلا بسرعه حبيبي يا ريس يلا سلام يلا يا جماعه كله فاهم موضوع التوب اند سيرفيس ده؟ طيب. الحصر يعني؟ اه. احنا لسه ما خدناش الحصر. اه بس انت يعني بعد ما افرش حديد شوف الحصر ايه فاهم؟ بالظبط. تعالى بقى انا لسه ما قلتش الحصر لسه انت شايف بقى موضوع التوب سيرفيس ده عشان انت ممكن تحتاج دي هتلاقي حاجه اسمها سبليت سيرفيس شايفه بيعمل ايه سبليت سيرفيس ده بص هقسم لك مين هقسم لك دي وقسم لك دي تيجي انت مثلا هنا في السايد في حاجة اسمها البيلدينج باد البيلدينج باد ترسم حوالين المنشأ بتاعك ريكتانجلر
دي زي ما تقول ايه، المفروض يعني انها بتعمل المنشأ فجوة في الارض. يعني بص تعالى معايا هيجيب لها شكلها دلوقتي بالمنظر ده، شايف عامل ايه في المنشأ؟ بتعمل لوب مقفولة مثلا حوالين مين؟ حوالين الشكل بتاعك، ويرسم لك مين؟ ويرسم لك شكل المنشأ بتاعك جوه مين؟ جوه الأرض، كأنه بيفرغ مين؟ بيفرغ التراب بتاعك منين؟ من حتة الأرض بتاعتك. إيه؟ لو عايز تعمل مبنى خارجي؟ آه ده إيه دي؟ مفيش مشكلة يا ريس، ما تردم انت كل حاجة هترسم. مثلا انت عايز ترسم توبو سيرفس مثلا، تاني ارسم تاني وتالت ورابع، ود كل حاجة مناسيب، واقعد ارسم بالشكل اللي انت عايزه. فاهم قصدي؟ طيب تعالى بقى نخش في موضوع مين؟ الفاميلي. ايه الفاميلي ده؟ ركز معايا. انا عندي عمود عادي صح؟ العمود اللي عندي كل اللي اشتغلناه كان عمود ريكتانجلر، وخدنا البي في الدي ومش عارف ايه صح؟ طيب في من الفاميليز حاجه اسمها ايه؟ ميو. واروح اختار ستراكشر ايه؟ ماتريك ستراكشر ايه؟ ماتريك ستراكشر كولوم. اكتب معايا وادوس اوكي. انت قبل ما تعمل فاميلي اي حاجه لازم تجيب التمبلت بتاعتها. بمعنى ايه؟ يعني ده عمود، ده التمبلت بتاع العمود. انت المفروض تعمل ايه؟ تروح ترسم الفاميلي. انا من اول خالص شرحت لكم ان الفاميلي يعني ايه، يعني شكل صح. اروح ارسم فاميلي العمود الجديده، اللي هو شكل العمود الجديد، اللي هو بالظبط اللي هو يعني ايه، مثلا بقول اكستروجن مثلا، واجي ارسم كده مثلا. معايا؟ وانت بتعمل في حاجة اسمها اللاين، فاكرينها؟ همسك الاكس ده، او بعد تشيك صح، اللاين. همسك الضلع ده مع ده واقفل الاف، ده مع ده واقفل الاف، ده مع ده واقفل اللف، ده مع ده واقفل مين؟ واقفل اللف كده. انت لو جيت مسكت ده وحركته، شايف اللي حصل؟ ايه اللي بيحصل؟ بيكستنشن ايه؟ بيكستنشن كله. في هنا بقى حاجه اسمها الايه؟ البروبرتيز. اهي يقول لك انا عندي واتس وعندي ايه؟ وعندي دبس. طب فرضا انا مش عايز الواتس والدبس ده، انا عايز اعمله سي مثلا ال سيكشن، واظبط مين؟ واظبط الابعاد زي ما انا عايز، مش شرط واتس وده، بس عايز اعمله ايه وبي وسي ودي، فاهم؟ وبارامترز الثانيه. قالك بص هتيجي تمسح ده مثلا، تمسح ده، تمسح ده، وده وده، ومن هنا هتاخد ده ريموف، وهتاخد ده ايه؟ ريموف. صعب الكلام ده؟ من كرييت هتلاقي حاجة اسمها ايه؟ ريفرنس بلان. هتزود حاجة كده ماشي، قول كده مثلا. واجي من كرييت ايه؟ اكستروجن، ارسم لاين كده كده كده، ممكن نعمل واحد تاني قدام ونزودها فردا كده مثلا.
اوكي واجي اعمل ايه برضو نفس الكلام الاين ده مع ده واقفل اف 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 وده مع ده تفضل تقفل الاقفال كلها لما تتاكد ان كل لو انت حركت واحد من دول ايه اللي يحصل هو هيت ايه هيتحرك معاه واعمل ايه بقى واجي من انوتيت الاين واقول له مثلا انا عايز اعمل ده وعايز اعمل ده وعايز اعمل ده وعايز اعمل ده وعايز اعمل ده هل كل دول بارامترز همسك ده واقول له اد ايه واسميه ايه ده اد بارامتر واسميه مين بي ده اعمل ده لوحده ثم ده لوحده واخد ده اقول له ادي بارامتر اي بي سي ايه سمع ده ممكن هو الفوق ماشي امسح هنخلي ده هو مين هو السي تمام يبقى انت عندك ايه اي وبي وسي واي ودي هتخش هنا مش دي القائمه اللي كانت بتظهر لك فين في لما تيجي تعمل اديت تايب وتلاقي البارامترز هي هتبقى دي فانت زي مثلا تيجي ده تقول له ايه ثانية واحدة أنا عندي إيه دلوقتي؟ عندي عندي بي وعندي دي بي ودي تعال نعمل إيه تاني؟ وأدي إيه؟ وأدي سي إيه؟ صعب الكلام ده يبقى انا كده عملت العمود ايه ابعاده بالبارامترز بتاعته اخش فين بقى اخش في الفرونت مثلا اهو شايفينه وابدا اقول له ايه الاين دوت مع دوت واقفل مين واقفل اف ليه عشان ده بيربط بمين بالابر ريفرنس ليفل يعني ايه الابر ريفرنس ليفل يعني لما اجي اقول له من ليفل 1 لحد ليفل 2 لو ما عملتش الحركه دي هندسه هيخش العمود مش هتعرف تربطه بمين بليفلز هيبقى هو ارتفاعات بس يعني تقول له مثلا العمود 4 متر 6 متر 5 متر طب هو ليه ان هو يربط بليفل مش هيعرف فاهم اقول له فايل سيف مثلا وسيفه فاميلي واقفل ده شايفين هنا من الاستراكشر فيه ايه كولوم وهقول له لود ايه لود فاميلي وراح اختار الفاميلي اللي انا عاملها اسمها فاميلي واحد لو جيت هنا في ليفل 2 في كل ما عندي اكسس تعال احط عمود جايب ايه جايبه ال سكشن وتقول له اديت ايه اديت تايب وتغير بقى دي كانت بوينت 3 اعملها ربع فاهم ادي التايب الاي اعملها نص اعملها اسف بوينت 3 فاهم اهو ده عمود ال سكشن ولا لا يبقى انت بتعرف تكريت مين عمود ايا كان شكله صعب الكلام ده طيب انت تعملها ازاي
انت عندك مشروع جاهز صح؟ هتمسك العمود وتقول له edit ايه؟ edit family. هيفتح لك الفاميلي بالمنظر ده 3D بالمنظر ده. سيادتك هتخش على الفلور بلان ده كده وتمسح اللي مرسوم وتعمل انت ايه؟ وتعمل انت واحد جديد، فاهم؟ عشان انت المفروض قبل وانت بتشتغل تاخد بالك لما جيت عملت نيو اخترت مين؟ اخترت تمبلت لمين؟ للاستراكشر كولوم من عندي في اللايبراري، اكيد مش عندك دلوقتي. عشان كده قلت لك ايه؟ خد عمود المشروع مفتوح عندك واعمل له ايديت ايه؟ ايديت فاميلي واشتغل عليه. صعب الكلام ده يا هندسه؟ يعني تاني هتعمل ايه؟ ده عمود مرسوم مثلا، هقول له ايديت ايه؟ فاميلي. واجي من الفلور بلان اهو، امسح مين؟ وابدا بقى ارسم، امسح الاي كيو كمان واعمل الريفرنس بلان بتاعتي واعمل الالي سيكشن بتاعي. ماشي هندسه؟ ممكن نعملها طيب بسرعه وانا هعيدها كده كده تاني. يلا واحد تاني في النص. لا من هنا وانت بتعمل الفاميلي في حاجه اسمها بلايند، شايفها دي الوحيده اللي بتسمح لك انك تشكل فوق غير تحت. بص اهو بالمنظر ده. زين ايه؟ سد. لا انت تخش في كتل تانية بقى، مش تلعب في الحاجات دي خالص، تلعب في ماسنج، تعمل ماسز باشكال وتعمل ماتيريال وجو كده، جو عماره مش مدري. هديك انديكيشن ليه. اعمل لي بس العمود بعد اذنك. انا سمعت ان الدفعه بتاعتكم ايه؟ بدات تشوف حوار الحجز بتاع الكورسات ده ولا لسه؟ انا قصدي الناس، انا سمعت ان بعض الناس بدات تروح راح تحجز في جناح والجو ده. انتوا ايه؟ انتوا الدفعه عندكم بتعمل ايه؟ الدفعة عندكم بتعمل ايه دلوقتي؟ طب انا هطلب منك خدمة، الخدمة دي يعني معلش هتعملها لي شخصية وبعدين هنشوفها يعني. مش عشان حاجة بس يعني خلينا مع بعض يعني، انت لسه ما جربتنيش، اللي جربني محمد مختار، اكيد تسمع محمد مختار اللي هو اول رابع انشاءات دلوقتي. المهم يعني هو اول الدفعه يعني، المهم هو كان زي كده هو في ثالثه يعني. المهم عايزك تعمل ايه؟ عايزك تنزل على جروب الدفعه الاساسي بتاع الدفعتين اللي هو عام انشاءات، يعني يا جماعه المفروض دلوقتي مثلا اللي هنروح هنعمل ايه في الصيف؟ في ناس هتروح تدريب وفي ناس تحجز كورسات، فاهم؟ وتنزل الاماكن المقترحه ان هم يروحوا يحجزوا فيها الكورسات. ايه الاماكن المقترحه يعني؟ تعرف ايه؟ حلو قوي. الاربع اماكن دول انا هديك كونتاكت اللي هو محمد مختار اللي هو الاول بتاع رابعه ده. حلو. هو بقى له شهر عمال يلف على كل السناتر دي عشان بيجيب الفرق بين هنا وبين هنا ومين معتمد ومين مش معتمد. طبعا انت عارف ان مش معتمد اصلا، تمام؟ يعني مش معتمد من النقابه، اكسنت وين معتمد من النقابه، تمام؟ الكاد ماستر مش معتمد من النقابه، ريجنس معتمد من النقابه، فاهم قصدي ولا لا؟
كاد ماستر الناس راحت ودفعت فلوس وبيقول عليها ايه؟ طب الناس راحت عمر عبد العزيز بتقول ايه؟ فاهم؟ فمحمد مختار فضل يعني راح قعد مع واحد واحد فينا انا، وراح قعد مع هشام طارق، وراح قعد مع عمر عبد العزيز، وراح قعد مع مصطفى عاشور، كل واحد مننا قعد معاه ويكون فكره عن الايه؟ عن كل واحد. فهو انا هحتاجك لو ينفع، هو نزل البوست دوت، هو نفس محمد مختار نزله السنه اللي فاتت، فاهم؟ ان هو نزله وكتب يا جماعه فيه وقت كان بيقارن ما بينه وبين واحد اسمه عمر نوف اللي اسمه فقال كان بيقول للناس يعني في المكانين، في وليد صلاح وفي عمر نوف واللي انتوا عايزينه يروحوا له، فاهم؟ انا برضه عايز تعمل نفس الموضوع السنه دي، لو هتقول مثلا في كذا وفي كذا وفي كذا، فاهم؟ ودوت مين بيدرس وده مين بيدرس وده مين بيدرس وهم الناس تبدا تختار، فاهم اقصد ايه؟ ده اللي بطلوب منك. اما عملوا دفعته، عملوا دفعته السنه اللي فاتت، انت تعمل دفعتك السنه دي، فاهم؟ بحيث هم يختاروا افضل حاجه. بتاع التيم، فاهم؟ كانك بتنصح اصحابك، يعني كانك بتنصح، بس بيستحسن اصل انت واصحابك واحد، فاهم؟ يعني انت واصحابك واحد، ما فيهاش يعني انت مش بتماركت لحد فينا، فاهم اقصد ايه؟ يعني انا مش بقول لك ماركت، انت بتقول يا جماعه مثلا في واحد من رابعه اول رابعه انشاءات مثلا انا قعدت معاه او كلمته واداني الريفيوهات دي، قال لي كاد ماستر بيقول عليها كذا، ايديانس قالوا عليها كذا، عمر عبد العزيز قالوا كذا، هشام طارق اي يعني مثلا هشام طارق في معلومه مثلا ان هو كاتب ان هو خريج عين شمس بس هو خريج جامعه خاصه، فاهم؟ كذا معلومه انا عايز اقول لك الحاجات دي هو اللي قالها لي شكله، هو عمال يلم الداتا يلم الداتا يلم الداتا وهو عايز ينصح دفعه كامله عشان ايه؟ ما تضيعش، فاهم قصدي؟ هو برضه هو من النوع اللي هو الخير شويه، هو من النوع اللي هو قال لي انا عايز انصحهم وبتاع، قلت له انا اعرف البريزدنت بتاعهم اللي هو ايمن ده، هحاول اخليه يوصل، انت تعرف توصل ان شاء الله طبعا. بالظبط انا طيب تعرف طيب هل اي اي تي يوصل لعمل انشاءات؟ طب هتنفع بالظبط هحتاجك تنزل البوست ده النهارده. ليه؟ بكره اجازه. حلو؟ انا عايزهم بكره في يوم الاجازه ده يقعدوا يتشاوروا مع بعض، فاهم؟ بحيث ان هم ماكسيموم اصل الامتحان خلاص اتحدد الجدول نزل، تمام؟ فهم ابتداء من شهر 5 كله هيبقى ايه؟ مش موجود في الكليه، فانا عايزهم في الاسبوع ده او الاسبوع الجاي يروحوا يحجزوا فين؟ في الاماكن اللي يعرفوها، فاهم؟ سواء كان انا او بناء او ده او ده او ده، فاهم؟ وهكذا. انا هخليه يكلمك دلوقتي. لا 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 انت مش هتدخل محمد مختار في اي حاجه، فاهم؟ انت يعني انت هتقول هتعمل له منشن وهتقول يا جماعه الراجل دوت هو اول عامل اول دفعه انشاءات واخد مني اداني الريفيوهات بتاعت السنه دي كذا كذا كذا، فاهم؟ وتكتب اللي هو هيبقى في جروب ايه؟ ماشي مفيش مشكلة مفيش مشكلة مفيش مشكلة مفيش مشكلة، بس انت تعرفها هتعملها على الدفعة التالتة. طب قول لي رقم تليفونك كده 011 كام؟ اللي انا بكلمك عليه ده 0 كام؟ انت معاك رصيد؟ هو برضه اتصرف، ينفع اديك رقم وتكلمه؟ عشان برضه هو انا يعني هفضل اتقل عليه اكتر من كده، فاهم؟ ماشي. انا بص دي فيفر بطلبها منك بيرسونال، اوكي؟ معلش حاول تفهمني فيها بس. لا 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 مفيش مشاكل مفيش اي حاجه، انا بس محمد انا عايز التعامل بيني وبين الاي اي تي معاك، فاهم اقصد ايه؟ عشان ما اتفقش مع محمد على حاجه يجي يقول لي محمد انت فاهم الفكره؟ وده قال لي وده عاد وده قال لي وده ما قاليش.
بس اسمعنا عشان لا خالص ده حبيبي يا ابني انا اعرفه من قبل ما اعرف ان هو في دي اي تي اصلا بس اسمعنا بس استنى استنى بس عشان الحوار ده يعني دكتور سمر والله كلمني فيه النهارده بتاع موضوع السناتر ده وانا قلت له حاول الحق الناس في ناس راحوا في اماكن مش كويسه فاهم هو جاله الخبر بيقول لي مش بقول لك الناس تروح لك بس على الاقل حاول توصل للناس كل واحد بيقول ايه فاهم المصريين في الموضوع ده كتير انت انا كده كنت شغال مع دكاتره الكليه كلها فانا على علاقه بيهم كلهم فاهم هم عارفيني يعني الناس بتروح تسال الدكتور انور بدوي يقول لك اه وليد صلاح انا المهاره بتاعته ان هو اللي معلمني فاهم دكتور مثلا جمال طاهر يقول لك اه ده تلميذي فاهم انت قصدي فانا الكلام اللي بقوله لك عشان هو محمد مخترع صعبان عليه اللي بيحصل هو بيقول لي انا عايز اوصلهم مش عارف قلت له انا هحاول اوصلهم لك عن طريق ايه فاهم قصدي فانا هديك رقم دلوقتي معلش كلمه وانا هديله خلفيه هكلمه كمان بالظبط 7 دقايق انا هكلمه في 5 دقايق واديك دقيقتين تكلمه فيهم فاهم هقول له في واحد اسمه ايمن هيكلمك ده البريزنت بتاع الاي اي انت تعمل بوست وتكتب بقى زي المقترحات كده والناس تختار بناء على اللي انت هتسمعه من المختار وهتكتبه فيه فاهم ماشي يا ريس ماشي دقيقتين وهتلاقي ويكلمك 7 دقايق بالظبط كده طب انت ما خدتش رقم طب استنى خد رقم زيرو 3 وحايد 3 4 9 5 9 0 7 محمد مختار اول دفعه انشاءات رابعه يلا هو في رابعه معاكو يلا سلام خلاص يا جماعه كله خلصها لسه ايه المشاكل بالله بالسلامه تاخرت كده ليه
يا
خلينا نختار كلمه كله بقى يركز معايا. فين الموضوع العمود صعب؟ طيب بنفس الفكره بقى تعمل اي عمود تاني او اي شكل تاني. بمعنى ايه؟ انك لما تيجي تعمل رافت مثلا كده من فاميليز نيو وانت بترسم بتختار بتقول له انا عايز اعمل ايه. دي كلها مثلا اركتكتشر، انت اللي يهمك ايه؟ المتريك استراكشر فاونديشن. يعني ايه استراكشر فاونديشن؟ اللي هو الايزوليتد فوتينج، لو عايز تعمل قاعده بشكل مختلف فاهم، بس القاعده ما هي الا ريكتانجل مفيش فيها اي ابداع. واللي كانت كومبايند او رافت بعملها بالايه؟ بالستاب فاونديشن اتعلمناها في الاول. عندك ايه تاني؟ عندك في ستراكشر تاني كولوم فاونديشن البيم. بص لو جبت 3D كده شايفها دي الكاميرا. طيب لو جيت هنا من الفرونت اللفت ادي سيكشن مين، هتقول له ادد. طب بتعمل له ادد ايه يا هندسه؟ عايز اعمله ايه؟ تي سيكشن. هل ممكن اعمل تي سيكشن؟ اه ما انا معلمك انك تيجي تعمل من هنا تروح عامل ايه؟ هتقول له من كرييت ريفرنس بلان صح؟ وتزود مين؟ من كرييت ريفرنس بلان معايا الناس مثلا عايزين نعمل تي سيكشن، اضطر نحط واحد تاني هنا. اوكي واجي ده اقول له ادت وارسم انت مين. محتاجين نزود كمان واحد. وقع من كده لاين تمسك ده تقول له ايه؟ اللاين ده مع ده واقف للاف، ده مع ده واقف للاف. دلوقتي لو مسكت ده وشديته كده ايه اللي هيحصل؟ معايا واجي اقول له الاين ده مع ده واقف للاف، الاين ده مع ده واقف للاف، الاين ده مع ده. معايا هات كده 3D جاب لي الكاميرا ايه؟ في سكشن راح واخدها فايل سيف. وقفل وقفل واجي لما اجي ارسم كاميرا اقول له الاستراكشر ايه؟ بيم لود ايه؟ فاميلي هات بشكل البيم غير اسمها. طيب ثانية واحدة
شايفها؟ نزلت ايه؟ نزلت الكاميرا تي سكشن، فاهم؟ انت ممكن اخش هناك واعمل لها بارامترز بقى واي وبي وسي ودي. ففكره الفاميليز مش صعبه، هي كل الحكايه انك بتعمل ايه؟ بتشوف تمبلت فايل الاول هي اللي تشتغل ايه؟ هي اللي تشتغل عليها، وتاخدها تعدل في الريفرنس بلان، وتعدل في مين؟ في الليفلز اللي موجوده في اللابت. صعب الكلام ده يا جماعه؟ حلو قوي. عمود جوه ده يعني في الفاميلي، في الاوتوماتيك رينفورسمنت. لسه ما خدناش اوتوماتيك رينفورسمنت. لا خدنا رينفورسمنت، اوتوماتيك رينفورسمنت لسه ما جبتلكش الاكستنشن. لازم اكستنشن حد بس يفكرنا داونلوده المره الجايه. انا ما حافظش تاسكات بتجيلي، ما اعرفش ليه. محدش بيبعت تاسكات من الناس ليه؟ لا راجع بعت. انا اخر واحد بعت كان مين؟ محمد نبي 2010. مين انت؟ متهيألي بس هو ده اللي معاهم. محدش بعت حاجه تاني. المفروض ان الشهادات تطلع المره الجايه واللي بعدها، فيبقى جزء من الشهادات هو موضوع الامتحان اللي هو المفروض المحاضره الجايه. انا عارف الناس المره دي مش تيجي عشان الامتحان، فاجلته المره الجايه عشان لما يجوا المره الجايه. بس الفيديو مش هنزله بعد المره الجايه عشان ما يسمعوش ان مفيش امتحان. قول معايا. ما هو الفيديو لو سمعوه يعرفوا ان في امتحان. لحد المره دي هذا ارفعلك الفيديو. هقص اخر حته دي. الفكره كلها في حاجه، في ان جزء من الشهادات المفروض انا هاخدها النهارده اعملها واطبعها، عشان بس نبقى متاكدين عشان ما اطبعش اسامي. انا كده كده ارفع الصور يعني. اللي غاب اكتر من محاضرتين او مفيش تاسكات اتبعتت ملوش سيرتيفيكيشن من النقابه، غير كده بياخد سيرتيفيكيشن بتاعته، عشان بس نبقى متفقين في الاول وفي الاخر. ماشي يا جماعه؟ في حد مشكله مع اي حاجه؟ فاهم. ليه؟ بتاع ماله ده حقيقي، ما انت مش حاسبه عدد الدرج مظبوط. بتشوفي 15 وتدفع الدور على 15 يديك عدد الدرج. ولازم ولما تيجي تعملي سلم في حاجه على الشمال كده اسمها النمبر والاكتوال سايز. لازم النمبر يكون انت اللي حاسباه وتغيريه بايدك هتلاقي الاكتوال سايز ده 15. كاد لا، انت زي ما قلت لك انت عندك الفاتره 3 متر، يبقى 3 على 15 20 سلمه. يبقى لازم انا بقول له ران الموجود في البروبرتيز عدد الدرج 20 سلمه. طيب هو اللي كتب في حاجه او انت عملت له في في وشلت امبورت الكاتيجوري اظهريها تاني. شوف تقريبا اشوف فايل كام. طب فاكر اللمبه الحمراء اللي انا سلكت عليها مره وقلت عن هاي الكاتيجوري؟ حطها في مره. في لمبه حمراء تحت بتخلي اللي ظاهر اللي مخفي ظاهر، دوسي عليها وسلكتي على الرسمه كلها وقولي له عن هاي الكاتيجوري. لا عادي هيجي ما تخافيش، لا محالة يعني. انت بتتحكمي في عدد الدرج وانت ماشية، مش هينفع تستحيي تعملي من تاني.